رجل شجر احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حصتكم هلا سألوا التي تأتيكم مباشرة من قناة القرآن الكريم من الجزائر. في البداية نرحب بفضيلة الشيخ أبا سلام. أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا، ما زلنا نتحدث حول صفات وأخلاق وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز أخلاقه وصفاته سعة صدره، فكان صلى الله عليه وسلم صاحب صدر واسع وصاحب أناه، صاحب حلم، حلم وتؤدة وتثبت، وكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. أما لشخصه صلى الله عليه وسلم فكان يصبر ويحلم وكان واسع الصدر، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين لا يغضبون بسرعة، وإذا غضبوا هم يغفرون ويعودون بسرعة، يعني بطيء الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سريع الفيء أو العودة، عكس سريع الغضب بطيء العودة، هذا ماهوش مليح، أليس كذلك سيدنا؟ نعم. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم جعله الله النموذج الأكمل للبشر في جميع قيمه وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فجعله الله تعالى القدوة. قد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فهو القدوة في كل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الصفة بالذات، صفة الحلم والأنات، صفة عدم سرعة الغضب وعدم الغضب كلية، لأن إذا كنا نخاطب بعضنا ونقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك أن إذا فعلت عظيمه، فمن باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغضب وسرعة الغضب، ومن ثم لا يمكن في حقه أن يكون سريع الغضب. عندما يأتيه الصحابي رضي الله تعالى عنه ويقول له: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. مرة ثانية: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. مرة ثالثة قال له: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب. يعني في ثلاث حالات، في ثلاث مرات مختلفات متفرقات، ويلح في وصيته: لا تغضب. لأن الغضب من الشيطان، الغضب هو الحماقة، الغضب ينتج تصرفات يندم عليها الإنسان، الغضب ليس من شيم العقال، إنما هي من شيم الضعاف، ضعاف الشخصية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل متكامل في شخصيته صلى الله عليه وسلم، لذلك فجميع مواقفه كان حليما خلوقا رزينا بشوشا، يعني هذه قضية البسمة في وجه من يسيء إليك ليست من معطاة لكل واحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يسيء إليه وهو يبتسم ويقابل إساءته بالإحسان، يعني ليس هناك في مكة من هم أشد عداء من أبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، ومع ذلك لم يعرف يوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أساء لأحدهم بكلام، على رغم إساءاتهم المتكررة والمتفاوتة الجارحة. لو كان الأمر يتعلق بشخص آخر لا كانت الدماء وصلت إلى الزبهة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك كله بالابتسامة والسماح وانشراح الصدر والكلمة الطيبة.
الله هذا الخلق، من الناس من تخلق بهذا الخلق في زمننا هذا؟ أعرفه شخصا وتعرفه في وادي سوف، يعني إنسان عالم، إنسان يعني له علم وما شاء الله يعزهري. عندما تسيء إليه وتبالغ في الإساءة ماذا يقول لك؟ سامحك الله، سامحك الله، يدعو، الله يسمحك، الله يسامحك، يدعو لك، الله يسامحك، الله يسامحك. هذا خلق رفيع، هذا أخذ من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأثر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من الذين اقتدوا واتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في أحوج ما نكون إلى هذا الخلق، لأن كثير من المشاكل والأزمات التي تحدث الآن هو من سرعة الغضب وسرعة الانفعال وعدم التحكم في النفس، بحيث قد يكون الانفعال مما يندم عليه الإنسان ويضر أكثر ما ينفع. صح. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم منه أنه لا يندم على شيء فعله، صلى الله عليه وسلم. ما فيش ندم، لماذا؟ لأنه لا يتسرع، لا يستعجل أمره قبل أن يتحكم في الأمور ويدرسها بتأني ويقدر مآلاتها بتأني. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان المربي، يعني عندما يدخل الرجل ويسيء إلى المجلس وإلى بيت الله تعالى فيحدث ما أحدث فيه من 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 نجاسة يعني، فقام الصحابة من سرعة الانفعال وسرعة الغضب إلى المؤاخذة لهذا الرجل، قال لهم دعوه، لا تزرموه، خلوه، دعوه، خلوه مرتاح، بدون ما وانتم فتهرتوا الأمر وشكل، لأن كل شيء رمل، صبوا عليه دلوا من الماء وانتهى الأمر. فذهب إليه بكلام طيب لطيف، قال يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، ثلاثة. فرسالة المسجد منذ ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي ثلاثة: العبادة، العلم اللي هي قراءة القرآن، العلم، وذكر الله، يعني التقرب إلى الله تعالى. هذه هي رسالة المسجد. رسالة المسجد تجمع ولا تفرق، توحد ولا تشتت، تؤلف بين القلوب وتجعلهم يحبون بعضهم، لا أن تحدث بينهم خصومات وحزازات وحسابات وحساسيات بحيث يجعل كل واحد يكيد للآخر، لا، تؤلف القلوب وتملأها حبا لبعضهم. هذه هي رسالة المسجد من خلال موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عندما يخرج إلى الطائف رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني ما الهدف الذي أخرجه إلى الطائف؟ ليخرج الناس من الظلام إلى النور، لينقذ الناس من النار إلى الجنة، ليخرج الناس من الفرقة إلى الوحدة، من الطيش إلى العقل، إلى الرزانة، إلى الحكمة. هذا هو الهدف، الغاية التي كان يخرج منها من أجلها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقوبل بما يتنافى تماما مع هذه القيم، قوبل بالإساءة، بالرفض، وبالصد، بل بتحريش الصبيان لضربه بالحجارة حتى كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وعندما يأتيه الملك، يا رسول الله إن شئت أطبقت عليه الأخشبين، يعني الجبلين، يعني معناها جعلت عاليها سافلها، أهلكتهم ودمرتهم عن آخرهم انتقاما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدهم، ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. أي حلم، أي ساعة صدر، أي تسامح أكثر من هذا؟ يأتي رجل ويشده من ثوبه بعنف، حتى إن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كاد أو أوشى أو أهم أن يسل سيفه ويقطع رأسه. كيف تفعل هذا برسول الله؟
دعه يعمل، فإن لصاحب الحق مقولا، فهذا له دين علي، من حقه أن يطالب بدينه، ولكن لم يعنفه، لم يرد عليه بنفس الأسلوب، بل هدأه وقضى حقه عرفانا بأن له فضل عليه. فيعني هذا الخلق لما غاب في علاقات الناس تشنجت النفوس وامتلأت بالكراهية والحقد، وامتلأت بالرغبة في الانتقام في كل ركن. كل إنسان يريد أن ينتقم من جاره، أن ينتقم من رفيقه في العمل، أن ينتقم من ممن أساء إليه في الطريق عن غير قصد، ينتقم ينتقم. ولذلك ظهر ما يسمى بالرفلة، يعني رد فعل أحمق، أحمق خاصة في رمضان. يعني الناس يحملون على رمضان سفهاتهم وحمقاتهم، يحملوها على رمضان. لا، هذا شهر الرحمة، شهر الرأفة، شهر التعاون، شهر البر والإحسان، مش شهر النقمة وشهر الغضب وشهر الانتقام وشهر التلاكم والتراكل بين الناس. لا، ليس هذا هو شهر رمضان، وليس هذه من أخلاق الإسلام. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحسن ولا نعرف الإساءة. طيب، لأن القرآن قال له ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كسب الناس، كسب الناس باللين والإحسان والرفق وليس بالعنف، هذا الذي ينبغي أن نتخلق به. كيف يمكننا شيخنا، خاصة نحن أصحاب الصدور الضيقة، رد الفعل كما تفضلت، عن رد الفعل السريع، رد الفعل السيء السيء السريع، لا نملك التثبت، وكيف يمكن لنا أن نوسع هذه الصدور ويصبح عندنا خلق التثبت وخلق الحلم والتحكم، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هل هي عملية تدريب؟ هل هي ترويض؟ ترويض ترويض للنفس. تعالى، يعني احنا نتكلم عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لماذا نخصص هذا الحديث فقط في شهر ربيع الأول؟ لماذا لا يكون هذا الحديث موزعا على جميع شهور السنة وأسابيع السنة؟ لأن الكثرة والإلحاح يولد التأثر، مش طبيعي. ولذلك لما احنا كل أسبوع كل شهر نتحدث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، عن تسامحه، عن تعاونه، عن خيريته، وما رغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من شأن هذه النفوس أن تتطبع ولو تصنعا، حتى يصير ذلك طبعا فيها. فإذا الإكثار والإلحاح في أخذ النموذج من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يجرنا ويدفعنا إلى التأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. أما أن نجعل ذلك عابرا مرة في السنة أو مرتين في السنة ثم ننسى، فهذا معناها التكرار، إذا تكرر الشيء تقرر. أيوة. أما إذا لم يتكرر فسرعان ما ينسى. تذكير، لابد من التذكير، لابد من سرعة إكثار من التذكير. وحتى القرآن يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، يعني المذاكرة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بشمائل الإسلام، وبقيم الإسلام، وبما كان يدعو إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من شأنه أن يغرس في نفوسنا وقلوبنا وعقولنا ولو بالتدريج قيم هذا الإسلام، قيم هذا الدين الذي ربي أكرمنا وحبانا به واختارنا له واختاره لنا. ربي يكرمنا إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا. في انتظار المكالمات من عند سيد أحمد، كان عندنا مكالمة من الحصة الماضية شيخنا كمال من بالعباس، قال لك: أنا متقاعد وليس لي سكن، ويريد أن يقترض
قرضا بنكيا لكي يبني سكنه، فكيف تفتيه بذلك؟ والآن على كل حال نزف البشرى للمشاهدين الكرام بالتعاملات المصرفية، وأن قانونا قاب قوسين أو أدنى أن ينشر أو ينشر في جريدة رسمية، وبمجرد ربما صدوره ستعود يعني مصارف عمومية كلها تفتح نوافذ للصيرفة الإسلامية. طيب، وهذه الصيرفة الإسلامية من شأنها أن تساعد أمثال هؤلاء الراغبين في اقتناء السكن على اقتناء وعلى بناء السكن مع طمأنينة القلوب وراحة البال، لأن الشعب الجزائري مسلم ويخاف الله ويجتهد في أن يكون مطيعا لله ملتزما لمنهج الله، فكلما التبس عليه الأمر تجده قلقا مضطربا يبحث عن الحل. فهذا السيد هذا السكن حاجة ضرورية، والحاجة هنا تنزل منزلة الضروريات. صح، يعني ما كانش واحد يقول لك أنا ما نحتاج السكن، السكن حاجة ملحة أساسية، لكن كيفية الحصول كيفية الوصول إلى اقتناء هذا السكن لابد من المال. هذا المال غير متوفر عند الراغب وليس مقدورا على تملكه أو تكسبه عن طريق الأحباب والأقارب والمحسنين من أجل الاقتراض القرض الحسن طبعا. يعني غير متوفر. فعندئذ هذا المصارف إن شاء الله بعد صدور هذا المرسوم قلنا وهو على قاب قوسين أو أدنى، هذا يزيل هذا الإشكال ويزيل هذا الهم، بحيث يفتح نوافذ لكل الراغبين في هذا النوع من التعامل، ما يسمى بالمرابحة ولا الإجارة ولا إلى آخره. معناها أنت راغب في السكن، جيب اجبر السكن الذي ترغب فيه بمواصفاته وقيمته، وتعالى البنك يشتريه ليتملكه ويبيعك إياه. طيب، بالتقسيط. شكرا جزيلا شيخنا. نسمع أم رحيم من غليزة. أم رحيم تفضلي. أم رحيم راكي معنا؟ ألو. أهلا بك أختي، تفضلي. حبيت نسأل على واحد السؤال. وهو؟ أنا حلفت على المصحف. إيه؟ باه ما ناكلش السكر، كنت مريضة بالسكر. أنا؟ وحلفت أني ما ناكلش الحديد اللي فيها السكر. ويعني واش هو الحل هكذا باه نرجع للحليف تاعي؟ حبيتي ترجع للحليف؟ هي بصح ما خايفة، ما صحيت حلفت. وحلفت على المصحف. طيب، هذا مكان. هذا مكان، شكرا. الله يسلمك. أم معمر من البليدة. أم معمر تفضلي. أم معمر راكي معنا؟ ألو. أهلا بك أختي، تفضلي. ألو. رانا نسمعوك أختي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف خويا الله يخليك، عندي يعني سؤال خاص نوعا ما. ايه. انا متزوجة وام لثلاث اولاد. ايه. وبعد فترة اكتشفت يعني انه الزوج تاعي لما نواه يتزوج بيا يعني زوجني على اساس شيء معين، اذا تحقق هذا الشيء فانه الزواج راح يستمر، واذا ما تحققش يعني هو بينه وبين نفسه كان مالي باش يطلقني. إذا لم يتحقق يطلقك. إيه، إذا هذاك الشيء تحقق. إيه. رانا قاعدين متزوجين، وإذا الشيء ما تحققش يعني كل واحد يروح في حاله، يعني هذا الحساب اللي كان هو دايره في باله. والإشكال أين هو الإشكال؟ الإشكال إنه هذه الحقائق كشفت عندي دروك. هي السؤال ما هو السؤال؟ يعني أنا نسأل على حكم هذا الزواج، يعني الزواج اللي تبنى على الخديعة وتبنى يعني دنيا ناقصة، يعني الحكم تاع هذا الزواج، لأني أنا الآن لما تكشفت عندي حقائق معينة راني نفكر يعني في أني ننفصل على هذا الإنسان. أنت الزوج تاعك راهو مليح معاك ولا يأذيك ولا الإشكال وين راهو؟ يعني أنه هذا الإنسان نحسه كتلة تاع شر، كتلة تاع مكر،
انه مع انه يعني مستوى علمي ومستوى ثقافي، ويعني احنا الاثنين يعني عندنا مراكز الحمد لله، ولكن كزوجين كحياه اجتماعيه ك يعني تلقى مما الدور تلقى غير المكر والخديعه والنفاق والخيانه. يؤذيك يعني يؤذيك ويؤذي الاخرين، واش معناها المكر والخديعه؟ يعني انت متأذي يعني ما قدرتيش تتحمليه يعني، اسمحي لي، انت ما قدرتيش تتحمليه ولا ما معنى هذا الكلام؟ يعني اني انا نفسيا لما نعرف انه هذا الانسان تزوج بيا وكانه دخل راهي قمر، يعني اذا تحقق هذا الامر راكي قاعده، اذا ما حققش انسان يطلقك. طيب فهمني. فهمتي يا اختي. وثاني شيء انه بعد فتره يعني اكتشفت انه هذا الانسان خالي، و يعني لفق علي الاكاذيب وكذا ودخل. انا نفكر الان اني نفصل من هذا الانسان، يعني مصحوني هذا ما زال. نجاوبك يا وجه الخير، نجاوبك ان شاء الله ما يكون غير الخير. شكرا. ربي يسترك ان شاء الله. سيدي احمد، شكون اللي معنا سيدي احمد؟ سيد احمد، ام معمر، ام معمر التلفزيون، ام عمار اغلق التلفزيون يا ام عمار، عمار اغلق التلفزيون، اغلق. شكون اللي معنا؟ من معنا؟ طيب شيخنا أم رحيم من الغليزان قالت لك حلفت على المصحف وظنت أن هذا الحلف لا حل له لكي تتراجع عن مقتضاه، كيف يمكنها التراجع عنه؟ بالتطبيق بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أقسم على شيء ورأى خيرا في غيره فليأتي الذي هو خير فليحنث وليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. أيوة. معناها تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين إذا كانت قادرة على الإطعام، هذا الأولى. وإذا لم تكن قادرة على الإطعام تصوم 3 أيام وتأتي الذي هو خير. طيب. وتتحلل من يمينها، انتهى الأمر. طيب. يعني كون أن حلفت على المصحف ليس في قسموا بالله وبما يتعلق بذات الله. والمصحف كلام الله متعلق بذاته. هي حطت يدها على المصحف تأكيدا اليمين. هذا هو. ايه طيب. محمد مسكيك ده، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليك السلام اخويا، اهلا بك. والله عندي بعض الاسئله يا شيخ. الاول بالنسبه في العباده برك، يعني حبيت انا اقول لك درك كيف نخدم، يعني كيفاش كي نعبد ربي وانت صحح لي. ايه تفضل. اولا عندي القضاء تاع الصلاة. ايه؟ ايوا. الصلاة وقضاء عندي واحد 7 سنين انا نقضي فيها، ولا نصلي 4 ايام في اليوم يعني قبل الفجر. مليح. وكان نقرا قل هو الله 200 خطرة في النهار. قل هو الله 200 مرة. ايه؟ كل يوم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 200. إيه؟ وسبحان الله وبحسنه، سبحان الله وبحسنه 100. وبحمده. وعندي الاستغفار ما نطيحش من 300 في اليوم. مليح؟ هل أنا على حق يعني على صواب ولا فيها غلطة؟ هذا هو السؤال، والسلام عليكم. بارك الله فيك وربي يؤجرك وربي ينفعنا ببركتك ان شاء الله. السيد احمد، شكون اللي معنا؟ طيب الو. تفضل خال، تفضل خال، تفضل. انا دابا عاكم تكلمني وما فهمتونيش وما فهمتونيش. محمد خال، خال من عند الله. تفضل خويا خال، تفضل تفضل السؤال تاعك، تفضل. عندي مكروه تاع الله، لا تحلفني فيها من ما تعرفش فيها. الدار هذه دار. يعني دار وحتى في زوجة خاوتها طولها، هذه الأرض تاعها طولها في كيف تزوج طولها. قبل الزوج لا.
اسمح لي يا خالد تكلم بالعقل باش نفهمك. انتم عندكم دار ميراث؟ دار ميراث؟ لا لا ارض على المهر. ارض ارض ايه ارض باسم امك ملك ملك الام. لا لا خالتها خالتها طول هذا الحق قبل تزوجي قال لك ابنك ولا هي عندها أرض. المهم ملكها 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 ملك هو ملكها تاعها يعني ملك الام. خالتها ولا قال لك هذا الراجل هاي حقك منها لازم. طيب وش والسؤال ما هو؟ ومالك هما ماتت وخوالي ماتوا. ماتت امك وخوالك ايه؟ ماتوا هذا ولادهم هذا الارض حطوا هذا الغلبيه تاعنا الدوار. ولاد ولاد خوالك الدوله حق حق امك. حق امك صديقة امك الغلبيه وطلعوا لهم جهه اخرى تعجي. اعطوها في جهه اخرى. في جهه اخرى وفي جهه اخرى جبت عليها الطريق تاع الدوله تاعها دوها لك وشوفوا الطرق فاتت عليها. ايه يعني الحاجه المليحه داوها هما والمشي مليحه داوها لا ما بغاش يهضروا معنا احنا راه فقطوا لحدهم رفضوا يتكلموا معكم. صح نجاوبوك ان شاء الله. ان شاء الله شكرا ربي يهديه. سيد احمد الحاجه تفضلي 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 الحاجة تفضلي. الو تفضلي تفضلي انا نسمع فيك تفضلي تفضلي السؤال تفضلي. حوس نطرح عليك سؤال. تفضلي نسمع فيك تفضلي. سمعوا فيا صحة. اه عندي ولد خويا. ايه الشيخ الله يرحمه الشيخ توفى عنده سنين وبيو توفى وكاتب على روحه وانا راه باقي على اسمي واسم الشيخ. هذا ولد اي فا من جهة ربي قالوا لي ما تخليش على اسمك اللي ما عنديش كاش اذن خليه ولا خاف كاش ما في ذيك الدار انصحوني جبت لكم ربي وما تنصحونيش بالحقيقة. ننصحوك ننصحوك هو ولد خوك ولكن كاتبته باللي ولدك ولد راجلك. ايه نجاوبوك ان شاء الله. اي كاتبوا الشيخ انا خاطيني ربي ان شاء الله يغفر له. والسكنة اللي راني فيها ما هي خايفه منها ما بيا ولد بنتي هو اللي مستفلك مستكلف بيا. طيب نجاوبوك ان شاء الله. صح راني ذاك النهار قبضتكم وما وجبتونيش. نجاوبوك باذن الله نجاوبوك ان شاء الله. صح الله يسلمك. مريم مريم تفضلي يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي مريم اهلا بك. عندي مجموعه من الاسئله. مجموعه الاول السؤال الاول أمي أطال الله في غمرها حينما تصلي كي تصلي كانت كي بديت تصلي التشهد دير التحية بصح ما درتش التشهد قولها تحية لله والطيبات الصلوات السلام عليك يا نبي رحمة الله السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم السلام عليكم وتنوض ما كانتش تعرف لي باللي نكمل وأشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد عبده ورسوله. السؤال الثاني خاطر امي يعني ما تقراش ما واضح واضح ما تقراش اميه واضح ما كنتش تعرفها غير وانا اكتشفت الامر. واضح يا اختي واضح. السؤال الثاني سؤالي الثاني كي نصليو ونركعو نقولوا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم موراها نقولوا كي نقولوا سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ايه اسمع قدام نديروها المره لكن نقدر نديروها مره باك ولا اكثر ولكن نقدر نديروها في الركوع وفي السجود الثاني. طيب وكي نديرو في السجود نقولوا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى نقدروا نكملوا الدعاء على دخل القهوة رضا نفسي وهنا تعرف شنو هذا كلمتي ولا لا. طيب وسؤالي واحد خلاف. ايه اختي درست مهندسات في الميكانيك كانت تعمل في شركه بعد كي تزوجت زوجها منحها بحكم الخدمه في الشركه وهي كانت متفقه عليه قبل الزواج خليها تخدم كي منحها حبست الخدمة في الشركة قال لها كمل قرا في الجامعة باش تولي تقري أستاذة في الجامعية ولات حبست في الخدمة في الشركة ولات قرات ولات أستاذة جامعية دوكا كي فضلت القراية ولا تخدم في الجامعة قال لها الخدمة حرام بحكم الاختلاط قال هو ولا ملتزم شغل سلفي وهي ثاني تلبس لباس شرعي ملتزمة بصح قال لها بلي الخدمة حرام بحكم الاختلاط قال شغل تختار تقري كره بالغين هي تقري كره وبنات قال يعني واش حكم الدين في ذلك وصح الخدمه حرام ولا ما
وحنا كأساتذة مثلا قريب متوسط أيضا حرام ولا ما؟ طيب هذا ما كان. وتكبيرة الإحرام الله أكبر ونرفع يدينا هي كافية ولا كاين مواضيع أخرى نرفع فيها اليد نقولوا الله أكبر ونرفع يدينا كما تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الإحرام كافية؟ طيب شكرا بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على هذه الحصة. العفو أختي العفو العفو. الله السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. سيد أحمد نجاوبه ولا مازال؟ سالم يا سالم بومرداس سالم تفضل. السلام عليكم واش راك استاذ لاباس؟ لاباس الله يسترك الحمد لله. الحمد لله. تفضل. يا استاذ عندي سؤال. وهو؟ عندي عمي. ايه. عنده دوكا عام ونص من اللي مات كان عايش في فرنسا عمي هذا. الله يرحمه. رحمه ويسع عليه. ومن بعد عندي عمي واحد اخر عايش ليه وعمي الاخر وبابا عايشين هنا. ايه؟ كي مات عمي هذا ما عنده هو مزوج ليه شغل ميناج. ايه؟ كي مات جا عمي الاخر قال له نديروا الفريضه باش نشوفوا خويا هذا واش خلانا نشوفوا واش خلانا باش نجيبوه. ايه؟ ومن بعد كي دا بابا وعمي واحد اخر وما فيه زوج وعندي عمتي ماتت. زيد؟ داروا الاخر الفريضه عند النوتير. ايه؟ ومن بعد قالوا انا اللي نجيبهم لها ماشي النوتير اللي يجيب لنا الدراهم هذو. داروا لو بريكيراس وشغل وكلوه. ايه؟ باش يجيب هذاك الاملاك عنده دار في فرنسا خلى دراهم المهم خلى صوالح. ايه؟ وبعد كي راح لفرنسا جاب كلش كي ولا لهنايا شغل ما جاب لهمش البيان روبليت كونت لا عدت هكذا اللي تبين باللي كاينه حاجه هكذا شغل واش كاين دراهم واش ما كاينش تركيبه طوموبيل. ايه وبعد رانا دخلت مشاكل ولات شغل مشاكل ولات مشكل تاع دراهم. طيب ولو ما نتفاهموش وهذا ما يروح لهذا بزاف مشاكل. يا لطيف. ايه نجاوبك. يا حبيت استاذ يقولها لي ابو عبد السلام ما يفهمني بالقبيليه باش مليح كي قلت لي كيماك. ايوا استاذ. مليح كي قلت لي مليح يعطيك الصحة. يعطيك الصحة بارك الله فيك. الله يسلمك بارك الله فيك نجاوبك. شيخنا الاخت ام عمر من البليده متزوجة وعندها ثلاثة أولاد عندها ثلاثة أولاد ربي يبارك. تقول باللي اكتشفت مؤخرا أن زوجي تزوجني لو كان ما يحصلش شيء معين أو يحصل شيء معين يطلقني. هي فهمت هذا باللي شغل بنى الزواج بنى الزواج على الخداع. ثم تقول احنا عندنا مستوى ما شاء الله ومراكز ما شاء الله اجتماعية ما شاء الله ولكن تشوفوا باللي ماكر جدا ووصفاته بأنه كتلة من الشر. هو ظاهر أنه ذكي وداهية فرأيت تفكر الذكاء والدهاء ليس شرا. تفكر في أنها تنفصل عنه وظهر انها منهك من تعبها يعني. نعم. تقول خانني ويلفق. نعم. لها الاكاذيب وما الى ذلك. نعم. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الزواج بهذه النيه المسبقه هذا فيه اسم. كيفاش اسم؟ فيه اسم وفيه حرام. كيفاش شيخنا؟ لان من شروط صحه الزواج ان يكون بنيه التأبيد. ولكن هو بنية التأبيد لو كان قال مثلا باش نتزوج لو كان هذه المرأة هذه تخرج الطريق نطلقها. هذا هو يعني هذا التعليق هذا. إيه؟ غير جائز شرعا. التعليق هذا انت المرأة هذه تتزوج ولا تتزوج من اجل الدنيا؟ هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي دنيا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها. هي دنيا يا شيخنا. إيه؟ المرأة متاع وخير الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة والزوج الصالح أيضا ما يلزمش نفرطه. إيه 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 الزوج الصالح أيضا. الآن هذا المرأة هذه راهي تحس بأنها عبارة عن سلعة عن بضاعة.
إذا حققت الربح المطلوب المنتظر من هذا لهذا الرجل، إيه؟ هاو الرجل يفرح بها ويسعد بها ويخليها في داره، لم تحقق له ذلك المبتغى يلا يفارقها يطلقها، يعني شيء يتخلص منه بكل سهولة. وبعد ماذا؟ بعد 3 أولاد، إيه؟ يعني هذا أمر خطير. أولا تفكير الزوج بهذا الأسلوب هذا، لأن ما نسمعناش الآن على ما سمعنا من الزوجة، هي قالت لك استنتجت فيما بعد. لا، الاستنتاج هذا إذا لم يكن هناك تصريح منه ما نقدروش نبني عليه. تقول تكشفت الأمور حتى ولو كان يكون تصريح، لا ولو كان حتى قلت مثل التصريح يكون رد فعل، لا رد فعل ولا يتمسخر ولا كان يعني استفزاز لها أو شيء من هذا. هذا هو، ولذلك احنا نقول لها ربي واش قال لنا؟ قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وش حاب يقول هذا الكلام؟ معناها هذا الأمر هذا خفي، النوايا لا يعلمها إلا الله تعالى، النية محلها القلب، صح، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، صح. فمن أين لعبد من عباد الله أن يتكشف ما في قلب غيره؟ هذا غير ممكن. وإذن هذا التطلع لقراءة صفحات القلوب، هذا التدخل في خصوصيات الله تعالى، فهذا لا يجوز منها. يعني هذا الاجتهاد في معرفة نوايا الزوج هذا لا يصح. هي تقول تكشف، كيف تكشف لها؟ الله أعلم. الآن لا، هو إساءة تصرف، مش قضية تكشف يعني معناها هي الحقيقة، ما عارفش يتعامل معها، ما عارف. هذا هو، هي إساءة تصرف منه ومنها. منه المفروض الزوج زوج، وشنو هو الغاية من الزواج؟ رب سبحانه عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الغاية من الزواج هو توفير السكن، توفير السكينة، توفير هذا الراحة، توفير المودة، توفير الرحمة. هذا هو الهدف من الزواج، سواء كان عند الرجل ولا عند المرأة. فالرجل يجد سكينته ويجد طمأنينته ويجد سعادته في من كتب الله له أن تكون شريكة حياته، والمرأة أيضا الهدف منها من زواجها هو أن تجد هذا في زوجها. شيخنا سؤال، ربي قال الطيبون للطيبات هكذا، أي نعم، والخبيثون للخبيثات. السؤال الآن، البشر ليس كاملا، هو اسمح لي شيخ نكمل السؤال. نعم، سيدنا صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، وخير الخطأ انت وم. ايوه، اذا ربي سبحانه وتعالى كتب لي وابتلاني بشريكة حياتي او شريك حياتي، في هنا قايس، في ايجابيات وفي سلبيات، مستحيل يكون شيطان هكذا، مستحيل يكون ملائكة. اذا في ايجابيات وسلبيات، كيف أستطيع التأقلم مع هذه الإيجابيات وأثمنها ما ننساهاش، استفيد منها ثمنها، وكيف أتمكن من الصبر؟ أنت تكلمت لنا على شيخنا في البداية على سعة الصدر وما إلى ذلك، الصبر على هذه السلبيات ومحاولة علاجها في الطرف الآخر. هل هذا يعني شيء مليح، يعني شيء إيجابي وعليه أجر، أو اشرح لنا هذا شيخنا؟ لا 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 لا، سواء كان الزوج أو الزوجة، أيوة، اللي يصبر على عيوب شريكه، أيه؟ ويسترها لازم يسترها، لأن ربي قال من ستره مسلم من ستره الله في الدنيا والآخرة. والأولى هو القريب لك، القريب يعني خاصة شريك حياة، صح. أنت الزوج نتاعك ما رحاش تكشفي العيوب نتاعه وتروح تمشي في الناس هاو زوجك داير هاو زوجك داير، هذا راك تحطم حياتك، تدمر حياتك وولادك، ولا يجوز هذا، هاي ولا يجوز، لأن الكتمان الأسرار والحفاظ على الأسرار الأسرة الأسرية هذا واجب الزوج وواجب الزوجة، صح. لا يجوز للزوج أن يخرج ويشيع وينشر الأسرار زوجته، كما لا يجوز للزوجة أن تنشر أسرار زوجته. كيف يمكنه يا شيخنا الصبر على نقائصها، وكيف يمكنها هو هي الصبر هي على نقائصه؟ هي الآن تصبر، كيف تقدر هذا هو، كيف تقدر؟ اولا تقدر بحاجه الاولى، الحاجه الاولى هي انها لازم يكون في 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 في, في قناعتها، إيه؟ في عمقها ان الكمال لله، صح. هذا زوجها بشر، صح، والبشر محل النقصان، هذا النقصان ينبغي ان لا نوسع هوته، لا نوسع رقعته، كيف؟ بل ان نضايق عليه لاصلاحه،
ايوه هذا الذي ينبغي فعله. كيف نعمل كيفاش تعمل هذا الزوجه بالضبط ان تبالغ في الاحسان لهذا الزوج حتى تكسبه حتى تستميل قلبه اليها، معناه تحسن اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزوجه الصالحه، اذا نظر اليها سرته، معناه تجتهد فلا يرى زوجها شيئا مما يسيء اليه ولا يحبه ولا يحب ان يقع عليه بصره في زوجته. إيه؟ هذا الشيء الاول. الشيء الثاني واذا امرها اطاعته، معناها ان تحسن في طاعته فيما ليس فيه معصيه، طبعا لان لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طيب حينما يامرها زوجها بلباس معين وليس فيه تكشف وليس فيه فضيحه، لماذا لا تفعله؟ عندما يامرها زوجها ان تطهو شيء، يعني ان تطيب له ماكله معينه وهي من المباح من الحلال، لماذا لا تطبخها؟ وعندما يطلب زوجها ان لا تخرج من البيت الا بعلمه، وما يضرها انها تقول يا فلان اليوم عندي قضيه كذا ولا عندي عمل كذا ولا كذا، يعني وراها الضرر في هذا. لازم يكون فيه تشاور، لازم يكون فيه تفاهم، لازم يكون فيه تواصل بينه وبينها. اذا كان فيه قطيعه يكون هذا في جهه وهذه في جهه، معناها هذه القطيعه تزيد تخلي الناس يتصوروا ويتوهموا ويزيدوا في الطين بله. تقول لك بسرعه طولنا في السؤال هذا، درت معه درت معه درت معه بالله ما حبش ما ما ما, ما تسقمش ما عندئذ تدير في حسبانها حاجه اخرى. وش هي؟ لان الان هي درت معه درت معه من اجلها. من اجلها؟ من اجل نفسها، من اجل ذاتها. ايوه. يعني ان تجد فيه الزوج المفرح المطمئن المسعد. مطمئن خاصة المطمئن. المطمئن، هذا الذي اجتهدت فيه. ايه. طيب لم تفلح في هذا. ايه. والان لازم تفكر في اولادها. صح، ثلاثة اولاد. اولادها من اجل ان يجدوا ابا رحيما محبا حارسا على مصلحتهم، حارسا على تربيتهم، على تعليمهم، على الرعاية الصحية لهم، على على إلى آخره. في النهاية قالت لك أعطوني نصيحة، أعطوني كيفاش ندير مع الزوج هذا اللي قالت باللي راهو كذا. النصيحة أن تصبر وتتحمل. إيه؟ وتضحي، هذه التضحية لازم تديرها في مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل أولادها، مقابل حياة أولادها وسعادة أولادها وراحة أولادها. هل هذا العسر اللي تتكلم عليه لانه صعيب على النفس هذا الصبر، ولكن سيعقبه يسر. ايوه اشرح لنا هذه بسرعة. ان مع العسر يسر فان مع العسر يسرا، يعني يمكن تسقم. نعم. لا يغلب يسران، يعني عسر يسرين. صح، هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، معناه كلما اشتدت الازمه اعقبتها انفراج، الراحه انفراج. فلذلك انت بالغي في الصبر والتحمل والتغاضي. ما معنى التغاضي شيخنا بسرعة؟ التغاضي معناها ما تبقاش تبعي العيوب نتاعه، الأخطاء نتاعه. غض البصر شوية، يعني بدلها تدعي ربي. هذا يا ربي صلح لي. هذا هو المدخول في النهاية، أنه اكتشفت أنها خانها. بعدين هذه الخيانة انحراف. إيه. ولماذا لا تسأل نفسها؟ أنا عجبني يعني بعض العلماء يقول الإنسان حينما يقع في مشكلة قبل أن يلوم غيره، صح، قبل أن يحاسب غيره لازم يحاسب نفسه بما كسبت أيديه، ماذا فعل بينه وبين الله حتى عاقبه عاقبه الله بما لقيه. فلذلك أول حاجة تتهم نفسها بما كسبت أيديك ويعفو عن كثير. هذا هو، قل هو من عندي أنفسكم. صح. إذن لابد أن تتهم نفسها وأن تجتهد في أن تصحح أخطاءها وأن تصحح علاقتها بزوجها وأن تجتهد في إدخال السرور على قلبه. طيب هذا من أجل أولادها. طيب أما الخيانة تغض الطرف خلاص. إيه؟ كما نقولوا إحنا بالدرجة نتاعنا ما شفتي ما سمعتي. إيه؟ لأن الحرام لا يحرم الحلال، لازم قاعدة هذه تفهمي، هذه قاعدة نتاع الإمام الشافعي. إيه؟ الحرام لا يحرم الحلال، ما فعله حرام. إيه؟ والعلاقة التي بينك وبينه حلال مبنية. صح. على عقد صحيح. صح. وهذا الحرام لا يفسد الود لهذا الحلال. طيب فلذلك أنت حافظي على بيتك، ما عرضي عليها بالنواجذ، وما تخليش الشيطان يدمر حياتك ويكون عندها اليقين أنها تسترد زوجها، ستسترده إن شاء الله. زوجها راه غريق،
صح مريض والغريق وحنا لازم ننقذوه صح والمريض نعالجوه. شكرا جزيلا شيخنا محمد من سكيكدا قال لك راني عندي قضاء 7 سنين كل يوم ما شاء الله قبل الفجر يصلي 4 في الفجر 4 أيام 4 أيام بالضبط. وقال لك راني نذكر هو الله 200 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 200 مرة سبحان الله وبحمده 1000 مرة استغفار 300 مرة إلى غير ذلك بسرعة شيخنا. والله هذا لازم نوقفوا معه وقفة إكبار وإجلال وتقدير لهذا المجهود المبذول ونسأل الله له أن يجعل ذلك خالصا لوجهه. أمين يا رب. هذا هو الذي لا ينبغي أن يكون لأن الإخلاص هو سر قبول الأعمال. إيه؟ بلا إخلاص ما فيش عمل. فإحنا نسأل الله تعالى له الإخلاص في العمل. أما كونه يقضي 4 أيام في اليوم شيء جميل جدا لأن علماءنا في المذهب قالوا أقل القضاء يومان وأكثره 5 فهو الوسط. ربي يوفق إن شاء الله ما شاء الله. إذن ربي يتمم بخير وربي يكثر من أمثالك ويعني راك في الخط في السكة يعني كما لازم الحال. أما قضية الأذكار اللي ذكرها يا سيدي أولا قراءة سورة الإخلاص 200 مرة كين واحد الأثر وإن ضعفه بعض العلماء لكنه في الفضائل يقول من قال في يوم 200 مرة قل هو الله أحد قرأ يعني سورة الإخلاص 200 مرة في اليوم غفرت له ذنوب 50 سنة. ما إله إلا الله. يعني واصف الشيء اللي كرك فيه. وحد ربي 200 مرة. 200 مرة. ما شاء الله. وثم يقرأ. وهي ثلث القرآن. سبحان الله وثلث القرآن نعم. سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب إلي من أي كلام أن أقول في المعنى تاع الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وابدأ بأيها شئت أخر وقدم كما تشاء المهم هذا الرباعي هذا. طيب فأنت الآن وهذا غراس الجنة الحمد لله. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقاه قال يعني أوصي أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. وش هو غراس الجنة؟ هو هذا. طيب إذا سبحان الله وبحمده أنت تقرأها 1000 مرة هي راك ما أسعدك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ما شاء الله. الاستغفار 300 مرة. الاستغفار إذا استطعت أن تزيد فزيد. طيب. لأن الاستغفار راه مفتاح لكل أنواع الخير. مفتاح الفرج على الهموم، مفتاح إزالة وإزحزحة الهموم، مفتاح الانفراج على النفوس والقلوب، مفتاح تأييد الله ومعية الله ليك في الحياة نتاعك وتسديد خطاك. الاستغفار والاستغفار هو الجالب للمطر، هو الجالب للأولاد، هو الجالب للمال. طيب شيخنا خالد من عند دفلة قال لك أرض ملك للوالدة نتاعو أعطاه لها خوتها حقها يعني نصيبها واضح توفى خوات وتوفات هي ولاد خوتها اللي ولاد خواله جاءوا قسموا بيناتهم الأرض وما قالولوش لأنه هو من الوارث تاع أمه وخذاو القطعة الأرض يعني المليحة أزالوها وأعطوهم قطعة أرض أخرى بدلها. نعم الآن إذا كان فيه إشهاد إيه؟ على أن إخوة الأم هذه ملكوها هذه القطعة هو يقول هكذا إيه؟ إذا إيه؟ عنده الإشهاد على هذا التمليك إيه؟ ليس من حق أولادهم تراجع فيما فعل آباؤهم إيه؟ ما عندهمش الحق ولذلك يرفع قضيتك للعدالة لتسترجع أرضك. طيب الحاجة أم محمد من المدية تقول باللي ولد خويا كتبوا الشيخ يعني زوجها على يعني تبناوه. نعم. قالت لك كيفاش ندير قبل وفاتي؟ هذا التبني حرام. ايه. ربي سبحانه عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو زيد بن حارثة زيد بن محمد. ايه. يعني يتبناه. ايه. لكن لما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم خلاص. أعاده إلى أصله قال زيد بن حارثة. فهو متكفل به من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس متبنى والتبني لا يجوز في الإسلام. كيف تعمل الآن؟ تصحح الوضعية
لازم تروح ترفع القضية للعدالة لإزالة هذا التبني ونقله إلى الكفالة، يولي الولد هذا مكفول وليس متبنى، لأن أحكام التبني يعني المترتبة على التبني غير الأحكام المترتبة على الكفالة. التبني يعطي حق الإرث. كيفاش دير الآن بسرعة شيخنا؟ العدالة. العدالة. تذهب إلى العدالة لتصحيح الوضعية، ترفع قضية إزالة هذا التبني ونقله إلى الكفالة. طيب. مريم من سكيكدا قالت لك عندها مجموعة أسئلة، أمها تصلي ولكن لا تقرأ لا تعرف، تنقص من من التحية، تنقص منها التشهد. الآن إذا كان هذا النقصان نتيجة جهل. جهل جهل. عدم حفظ التحية. وعدم حفظ هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة الإبراهيمية. هي ما تقولش فقط أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. معفى عنها. فهي عندما تشهد لا إله إلا محمد رسول الله كثير من الصلوات كثير من السجدات يكفي فيها للسلام، ولذلك سلامها عند التشهد لا يبطل صلاتها بعدم صلاة الإبراهيمية. طيب. ولكن أنت ابنتها حاولي تعلميها. خلاص تعلمت الآن حال، خلاص انتبهت الآن تعلمت. هذا هو صح، بارك الله فيك. قالت لك لما نصلي في الركوع نقول سبحان الله العظيم، ثم تقول سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. رب الملائكة والروح. هل نقولها مرة واحدة؟ وهل في السجود فقط؟ وهل في السجود كذلك نقولها أم لا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كانت تسمعه يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيه؟ هذا هو. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عظموا الله في ركوعكم وأكثروا من الدعاء في سجودكم. فهو قام استجاب لكم. نعم. أي. فلذلك في الركوع نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا من باب التعظيم، ونقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح من باب التنزيه والتعظيم أيضا. فهذا الذي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. أما في السجود أي. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى هكذا سورة الأعلى سورة السبيح، لما نزلت الآية هذه سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها في سجودكم، يعني قولها ثلاثا في سجودكم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم انطلق في الدعاء بما حضر لك من حاجتك عند الله تعالى. طيب تقول أختي أما سبح قدوس يكتفي في الركوع. في الركوع فقط. نعم. تقول أختي كانت مهندسة وكانت تعمل ولكن زوجها قالها لا وقفي عن هذا العمل وأكملي الدراسة في الجامعة حتى تصبحي أستاذة في الجامعة، وفعلت كذلك. لما أصبحت أستاذة في الجامعة قالها لا الآن توقفي عن العمل لأنه لا يجوز لأنك تعملي في وسط مختلط. نعم. وهي تقول بهذا الشكل، لا هي أستاذة في المتوسط، هل هي كذلك مشمولة؟ نعم. بهذا التحريم؟ الاختلاط ليس سببا في تحريم العمل وفي تحريم الخروج المرأة من بيتها، وليس هذا هو العلم. احنا في الإسلام ما عندناش مصطلح الاختلاط، احنا عندنا مصطلح الخلوة. هذا هو الخلوة. اختلاط الصحابة والصحابيات. لماذا فرض الله الحجاب على المرأة؟ ايه؟ لماذا؟ بالضبط. معنى ذلك هل يفرض على المرأة أن تلبس حجابها وهي في بيتها مع زوجها وأولادها؟ كلا. لا. إذن مفروض عليها تلبس الحجاب لما تخرج لبرا. بالضبط. فإذا هذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تخرج للعمل وأن تختلط بغيرها من الرجال، ولكن الذي يمنع أن تخرج متبرجة مسافرة أو أن تعمل في خلوة مع رجل أجنبي، هذا الذي يمنع. أما إذا انتفت الخلوة وكان فيه الحشمة وكان فيه السترة فليس هناك ما يمنع شرعا. طيب. وكانت الصحابيات رضي الله تعالى عنهن يتاجرن في الأسواق. بالضبط. يعني ليس هناك مكان أكثر اختلاط من الأسواق. إيه. ومع ذلك كان كنا يتاجرن يبيعن ويشترين في الأسواق، وكانت المحاسبة التي صبها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على التجار في الأسواق. أول قاضي يتسمى. القاضي الذي يراقب الجودة ويراقب الصدق وعدم وقمع الغش هي امرأة. صح. فكيف يعني هذا التنطع هذا ونقول لا يجوز لا يجوز؟ هذا نظن لازم يكون في حوار ودي وتفهم من طرفين، وإن شاء الله ربي يوصلهم للحل. أمير رب العالمين. الأخ سالم من مردس قال لك عمري مات
عنده عام ونصف الله يرحمه في فرنسا، وكانت عنده أملاك وما إلى ذلك. تكبيرة الإحرام هذه وشنو هي؟ إيه تكبيرة الإحرام نعم. إيه هي قد هل رفع اليدين فقط في تكبيرة الإحرام أو في كامل صفات الصلاة؟ هو رفع اليدين في اختلاف بين العلماء المذاهب. إيه؟ وذلك للنصوص النبوية يعني مش هكذاك فقط. بالضبط. والحديث الذي رواه أو جاء في الباب هو حديث الموطأ، ما كانش حديث آخر. حديث الموطأ اللي قاله ثلاثة من خصوصيات الأنبياء، من أفعال الأنبياء، وذكر من بينها التشريع. هذا يسمى التشريع. ايه. يعني رفع اليدين قدر الحذو المنكبين عند الركوع وعند الرفع منه، ورفع اليدين بعد القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة أو الثانية إلى الثالثة ثم الرابعة. يعني هذا الذي ذكر في النص، لكن المعمول به عند الإمام مالك أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام. طيب. وهذا الذي عليه العمل عند السادة المالكية، يعني يرفع يديه حذو الأذنين أو المنكبين وفي الأمر متسع عند تكبيرة الإحرام، ولا يشترط في ذلك المصاحبة للنطق بالتكبيرة كما عند الشافعية. عند الشافعية إذا لم تصحب التكبيرة رفع اليدين الله أكبر صلاة عندهم باطلة، يعني لو قال الله أكبر ويرفع يديه صلاة باطلة، لو كان يرفع يديهم بعد يقول الله أكبر صلاة عندهم باطلة. نحن عندنا في ذلك متسع ولا نضيق واسعا، ولكن احنا المعمول به الآن هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. طيب. واللي يعمل بغير ذلك يعني عند الركوع وعند الرفع من الركوع له ذلك ولا ننكر عليه. سالم مرداس عمهم توفي في فرنسا وترك حسب ما قال الأخ سالم مالا، وراح واحد من عمومه باش يتسلم هذا الميراث اللي باش يجيبوه. قال لك السيد جاء وما جاب لهمش البيان واش يعني كذا وكذا، ووقعت فتنه بين الخاوه بين عمومه وكاين القطيعه. نعم. جاوبنا بسرعه شيخنا وبالقبيلي. والله على كل حال هذا الكلام هذا الاجراء هذا خطا شرعي. كيف خطا شرعي؟ الانسان معناها يروح بثقه. ايه وكلوهم هي صح. ايه وكلوه لانه وكلوه هو يعني تطوع لها وهم وكلوه يعني وضعوا فيه ثقتهم. المفروض يكون في ميزانهم في مستوى هذه الثقة يأتي بكل شيء ببيانات، لأن البنك إذا استخرج منها المال عنده وصولات. إذا كان فيه عقار باعه فيه عقود فيه وصولات. سيارة كذلك. كل شيء يناوله، ما كانش حاجة من غير وصولات. إذا كنت أرد أن تكون أمينا ثقة تنجي نفسك عند الله تعالى، ضع ما أخذت من ممتلكات أخيك بين إخوتك وأنت واحد منهم. بالقبيلية شيخنا. نعم. بسرعة. وكيفاش وريجو زارة وينك خدمك، كيفاش خوهم هذا يكسبوه ويتحاوروا بالتي نعم أحسن. هذا ينخذ مكة كما تسنوا لي لقرها أنه في كنس الثقة إلى قنسة ليك المستوى الثقية هذا روح ميدي وين أين دي جيك مثلا أثي دي ويقوك الدود أدي دي سرسجارة سندفك البيينات سندفك اللي أين لقن وثفرقن جوجل سنك نسم سيل للذكري مثل حظ الأنثيين بإخوته، وإن كانوا إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين. أكيد دي قارب القرآن دي هذور بالخلخيص. شكرا جزيلا شيخنا. مشاهدي الكرام إلى نلقاكم إن شاء الله في فرصة قادمة، ترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.